الذين تحمسوا لإثبات وقوع الكرامات استدلوا ببعض الأدلة، يعني عمدتها أنا سأذكر منها أربعة، لا هي كثيرة. الدليل الأول، قالوا الوقائع التي جرت مع مريم سلام الله تعالى عليها متعددة. أولا موضوع الرزق، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، كما جاء في سورة آل عمران الآية 37. اثنين، موضوع تكليم الملائكة لها، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، هذا أيضا في سورة آل عمران الآية 42. ثالثا، ظهور الروح لها، حملها بطريقة غير عادية، بطريقة خارقة للعادة، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، إلى آخره. وبعدين أيضا هز جذع النخلة، قالوا هذه النخلة، هذه مش فسيل، هذه نخلة، كيف تهزها امرأة حامل وتستطيع بهزها أن تسقط التمر؟ لو كان التمر دانيا لالتقطته، كان قال لها التقط التمر، إنما هو عال فهي هزت النخلة القوية المحكمة. إذن هذا معناه أن هذا الهز أعقب نزول التمر من الأعلى، إذن هذه أيضا معجزة. إذن أول شاهد له هو السيدة مريم سلام الله تعالى عليها في مجموعة قصص قرآنية، فضلا عن وجود روايات في هذا الإطار. شاهد ثاني لهم أيضا في هذا السياق، قصة آصف بن برخية، أو آصف بن برخية، وإن كان ربما يكون الأصح آصف بالفتح، على حال أيضا القرآن تكلم عنها، قال يا أيها الملأ وأيكم يأتيني بعرش، بعدين قال قال الذي عنده علم من الكتاب، وقد شرحت النصوص أنه اسمه هكذا كان، أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، إلى آخر الآية القرآنية الواردة في سورة النمل. طبعا القرآن لم يذكر اسمه، ولكن على أي حال ذكر وجود شخص، الأحاديث فيما بعد ذكرت اسم هذا الشخص وهو آصف بن برخية. وأيضا تحدث بعضهم عن يعني إشارات كثيرة قرآنية في هذا الصدد، أو قصة أصحاب الكهف. أصحاب الكهف مثلا فخر الرازي أقر بأن هذه القصة لمصلحة الصوفية التي تؤمن بالكرامات، كذلك قصة أم موسى والوحي إليها وما شابه ذلك. هذا الدليل. إذن الدليل الأول السيدة مريم، الدليل الثاني وقع آصف بن برخية وغيره، الدليل الثالث الأخبار المتواترة. قالوا عندنا يا جماعة أخبار متواترة، إذا هذه لا تقبلونها ما في شيء يقبل فعد في الحديث. أخبار متواترة عن أئمة أهل البيت، أخبار متواترة عن الخلفاء، عن الصحابة، عن كثير من التابعين، وقعت لهم كرامات، قصص بأرقام خيالية أكثر من أن تحصى. كثير مثلا في حق أهل البيت، كثير منها جماعة سيد هاشم البحراني توفى 1107 للهجرة في كتابه مدينة معاجز الأئمة الاثني عشر ودلائل الحجج على البشر، جمع يعني الذي جمعه يبلغ حوالي ليس رقما بسيطا، يعني يبلغ حوالي 2600 معجزة. خلي يكون نصفهم يا أخي مختلق، خلي يكون ثلاثة أرباعهم مختلق، إذن يوجد رقم خيالي. في مصادر أهل السنة العديد من الكرامات التي نسبت لأئمة أهل البيت، أيضا بالمناسبة كثير من الكرامات نسبت لأئمة أهل البيت بالمفهوم الشيعي، أئمة الاثني عشر بالمفهوم الشيعي أيضا نسبت لهم في مصادر أهل السنة، ليس فقط في المصادر الشيعية الصوفية غير الصوفية، أيضا لهم كتب مستقلة كبيرة في رصد كرامات الأولياء، كرامات الصحابة، التابعين. على سبيل المثال كتاب كرامات الأولياء لعبد الرقيب بن علي الإبي، هذا العلماء المعاصرين. كتاب كرامات الأولياء لأبي القاسم هبة الله بن منصور الطبري متوفى 418 للهجرة. كتاب كرامات الأولياء للحافظ أبي محمد الخلال متوفى 439 للهجرة. كتاب كرامات الصحابة لأسعد بن محمد الطيب. كتاب كرامات الصحابة لسعيد هارون عاشور. كتاب المقامات العلية في الكرامات الجلية، أو المقامات العلية والكرامات الجلية، لابن سيد الناس اليعمري المتوفى 734 للهجرة. كتاب جامع كرامات الأولياء، هذا كتاب كبير يعني، ليوسف بن إسماعيل النبهاني، اللي هو أعتقد يصير يوسف بن إسماعيل النبهاني يصير جد تقي الدين النبهاني، اللي يعني صاحب المؤسس الحركة الإسلامية، يوسف بن إسماعيل النبهاني المتوفى 1350. كتب كثيرة، طبقات الصوفية إلى ما شاء الله في مثل هذا، بل حاول بعضهم جمع قصص الكرامات من داخل كتب علماء آخرين ووضعها بشكل مستقل، مثلا كرامات الأولياء في كتب الهيثمي مثلا، هكذا. لأن هذه الروايات كثيرة، مثلا النووي الشافعي المتوفى 676 للهجرة انتقد منكري الكرامات وقال بأن إنكار الكرامات مع هذه الأرقام الهائلة الموجودة بين أيدينا
هذا نزله قال إنكارها إنكار للحس. إذا واحد ينكر هذه ما الذي يبقى؟ شو عندك بعد يمكن أن تبقي؟ هي هذه أشياء خلي يكون نصفها خطأ، خلي يكون حصل التباس في ثلاثة أرباعها، خلاص كافي في هذا يعني السياق. على أي حال طبعا لفت نظري عندما تقرؤون القصص، قصص كثيرة جدا، هناك قصص كرامات حصلت مع مثلا صحابي أو 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 أحد يعني مثلا أبي بكر، عمر، عثمان، نفس القصة تجدها موجودة مروية في الرواية الشيعية عن أحد الأئمة، والعكس صحيح أيضا. لا أدري هل هي تكررت مرتين بناء على تحققها، هل هي سرقت من هنا وضعت هنا أو سرقت من هنا وضعت هنا، لا ندري. لكن هذا شيء يلفت النظر عندما تراجع الكرامات، تجد أحيانا تشابهات كأنما حادثة واحدة، أحدهم يعني وضعها لجماعته والثاني وضعها لجماعته عليه. إذن هذا الدليل الثالث، قصة السيدة مريم، عندنا قصة آصف بن برخية، أصحاب الكهف، عندنا الروايات المتواترة. والدليل الرابع الذي يعني ذكره هو الآية من سورة يونس، الآية 62-64، قال تبارك، والآية يعني عادة تعتبر مرجع لهم في باب الكرامات، عندما قالوا بأن الله قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فقالوا البشرى في الحياة الدنيا هي الكرامة. كثير منهم فسر البشرى في الحياة الدنيا بأنها بمعنى أن الله يعني يكرمهم بكرامات في الحياة الدنيا، هذا معنى البشرى في الحياة. فاعتبروا أن هذا يعني معطى قرآني أيضا يساعد على هذا الموضوع. إذن هذه يعني بعض الشواهد التي تذكر عادة في التراث الإسلامي لتكرس موضوع يعني وقوع الكرامات، تحقق الكرامات، إمكان الكرامات، ما شئت فعل. لكن كل هذه الشواهد خضعت لنقد أيضا، يعني الفريقين المتنازعين كل فريق أخذ شواهد الفريق الثاني وأيضا أخضعها لنقد مركز، يعني كما سوف أشير إلى النقد المركز الذي سجل على هذه الشواهد، سأشير إلى النقد المركز الذي سجل على الشواهد العكسية التي طرحها المعتزلة، سنشير لنأخذ فكرة عن الموضوع. مثلا على سبيل المثال فقط أعطي عينات لأخذ فكرة، مثلا قصة مريم ذكروا أجوبة عديدة عليها، أبرزها محاولتين جوابيتين أو ثلاث محاولات. المحاولة الأولى وقد ذكرها بعض المعتزلة، قالوا قصة مريم إرهاص لنبوة عيسى، يعني هي ليست كرامة لمريم، هي لعيسى. قلنا قبل قليل، لاحظت كيف التقسيمات يتم توظيفها، قلنا قبل قليل بأن شيء هناك شيء اسمه الإرهاص، وقد ميزوه عن الكرامة وقالوا الإرهاص هو عبارة عن خارق للعادة يأتي الأنبياء قبل نبوته. فاعتبروا أن ما حصل مع مريم ليس سوى سياق لعيسى، يعني مريم ليست سوى قطعة من السياق العيسوي، وبالتالي كل هذه هي لأجل التركيز على ظهور عيسى وعلى نبوة عيسى. كل ما وقع معها ليس لأجل، ليس إلا يعني لأجل أن يخلق الله سياقا تمهيديا لتأكيد نبوة عيسى، لولا عيسى ما كان في شيء حصل مع مريم. طبعا هذا كلام افتراضا، كلام معقول، ويمكن بالنسبة للمعتزلي يقول يكفي احتماليته لنفي ثبوت الكرامة لها مثلا، لكن شخص إذا راجع الآيات القرآنية لا يشعر بهذا التأول الذي قاله بعض المعتزلة انصافا. يعني واضح أن القرآن يركز على اصطفائها هي، يركز على تطهيرها هي، يركز على مقامها هي، بحيث كانت أهلا لأن تكون أما لعيسى، لا أنه لأنه أم لعيسى صارت مثلا لها ذلك. يعني القرآن واضح في يعني هذا السياق. على حال هذه مقاربات نصية لا أريد أن أطيل فيها، لكن أنا أريد أعطي صورة عن المشهد. مثلا محاولة ثانية أيضا في قضية قصة السيدة مريم، قالوا أن معجزات مريم، يركزون هنا على معجزة الرزق، قال أن لك هذا، قالت هو من عند الله، قالوا هذه معجزة لزكريا وليست لمريم، زكريا نبي فإذا ما في مشكلة. وهذا ما ذكره القاضي عبد الجبار المعتزلي في كتابه تنزيه القرآن عن المطاعن، قال إنه هذا يعني معجزات زكريا، لأن زكريا قال لها أن لك هذا، لا لأن زكريا لم يعلم أن ذلك من معجزات الله، ويعرف أن ذلك من معجزات الله، لكن حتى يشوف إيمانها واعتقادها فقالت له أنه هذا من عند الله سبحانه وتعالى. فهناك دعا زكريا ربه، يعني لما رأى منها اليقين أعجبه يقينها، فطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرزقه. طبعا واضح جدا، أنا لا أريد أن أعلق كثير لأن المقام ليس مقام يعني استدلالي،
لكن واضح التكلف في محاولة القاضي عبد الجبار المعتزل هنا. أنا لا أدري لماذا اندهش زكريا إذا كان يعرف، يعني واضح القرآن، يعني زكريا أيضا جزء من عملية المسرحيات التي نفترضها دائما في مسرحية، يعني ركب مسرحية علينا زكريا، ولا هو عارف كل شيء كان؟ يعني مبين القرآن يقول أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. بعدين لما جاء هنالك دعا زكريا ربه، وهذا لا يعني أنه زكريا، يعني زكريا دعا ربه لما رأى، ها يعني ليس لما رأى رد فعل مريم، لما رأى هذه المعجزة قال لا، إذن الله سبحانه وتعالى يعني رأى الأمل في أن الله يحقق شيئا. يعني كان يجي يشوف عندها أكل وطعام كما روي أنه أكل وطعام، ففتح عنده أفاق الأمل. هنالك دعا زكريا ربه بموضوع رزق الولد، والناظر في السياق القرآني يتضح له ذلك، بينما افتراض القاضي عبد الجبار المعتزلي يحتاج إلى تقدير محذوفات غير منطوقة في الآية القرآنية الكريمة. واضح زكريا تأثر بالواقع وفكرة أن الله يرزق من يشاء بغير حساب، فتح ذلك عنده باب الأمل. ويشهد لما أدعيه أن زكريا لما جاءت الملائكة تبشره بالولد هو اندهش أيضا، كيف يكون عندي ولد وأنا في هذا السن وامرأتي عاقر؟ إذن هذا يؤكد أنه ما كان عنده معلومات مسبقة عن الموضوع، يعني لا تبدو واضحة العملية التأويلية التي قدمها قاضي عبد الجبار. المحاولة الثالثة يعني والأخيرة، وهذه طبعا لطيفة، هذه المحاولة أن تفتح أفق، قالوا بالقصة مريم ما تثبت الكرامات أبدا. لماذا؟ لأن مريم نبية من الأنبياء. هلا ممكن بعضنا يقول المتكلم لما تحشره بالزاوية بيقترع فرضية للفرار من مشكلته ثم يصدق الفرضية، لكن الأمر هنا ليس كذلك، ليس أن المعتزلي اخترع هذه الفرضية لكي يفر من المشكلة، لا، فكرة أن مريم نبية هي فكرة موجودة في التراث الإسلامي، ونحن نعرف أيضا أن التراث اليهودي يؤمن بنبوة 7 أو 8 لا أذكر الآن من النساء، هم كنا نبيات. وفي الفضاء الإسلامي أيضا هناك عقيدة مطروحة مختلف المذاهب الإسلامية أن هناك نبيات، يعني أنبياء من النساء. على سبيل المثال القرطبي يعتقد في كتابه الجامع لأحكام القرآن أن مريم نبية، ويأتي بشواهد على ذلك. ابن عطية الأندلسي في كتابه المحرر الوجيز يقول اختلف الناس في نبوة مريم، يعني موضوع نقاش، موضوع خلاف، مش موضوع، وهو يرجح أنها نبية. أيضا ابن عطية الأندلسي يرجح أنها نبية. حتى كلية فكرة أنبياء من غير الذكور موجودة أصلا أيضا في الفضاء الإسلامي، مثلا كمال الدين محمد الشافعي المتوفى سنة 906 في كتابه المسامرة شرح المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة يتكلم عنه، هل يشترط الذكورة في النبوة أو لا يشترط الذكورة في النبوة؟ ثم يقول في نقاش في هذا الموضوع، هناك من ادعى الإجماع وهناك نقاش في الإجماع. أن ابن حجر العسقلاني 852 للهجرة في كتابه فتح الباري هو ينقل عن الأشعري، عن أبي الحسن الأشعري، أن في النساء عدة نبيات. ابن حزم الأندلسي كما ينقل عنه ابن حجر يقول هؤلاء النساء هم 6، حواء وسارة وهاجر وأم موسى وآسية ومريم. القرطبي يقول في أنبياء من النساء لكن يذكر 4، يسقط سارة وهاجر، يقول لا ما كانوا أنبياء. بل ليس هذا فقط، بل القرطبي في التمهيد يقول هذا مذهب أكثر الفقهاء. القاضي عياض يقول جمهور على خلافه. إذن القضية ليست يعني حاسمة، وبالتالي ممكن يجي واحد يقول ما عندي دليل على عدم نبوة مريم، إذن محتمل أن تكون نبيا، خاصة أنها لا يشترط في النبي، يعني هذا يفرض علينا إعادة تعريف مفهوم النبوة. ما معنى النبوة؟ هل يشترط يكون في معه شريعة؟ هل يشترط يخرج للناس ويدعو الناس؟ أو لا ممكن يكون نبي ولا يقوم بأي مهمة؟ معقول هذا أو لا؟ ما يحتاج إلى فكرة. هل ممكن يكون نبي لا يقوم بأي مهمة؟ قال نبي بينه وبين الله فقط يهدي الذين من حوله، أسرته وجيرانه مثلا، بدون أن يقول لهم أنا نبي. هل يشترط في النبي، في نبوة النبي، أن يعلن أنني نبي؟ يحتاج إلى بحث. هذا كله لو بدي يدخل في إعادة تكوين جديد لمفهوم النبوة، بعيدا عن مفهوم الرسالة وأنه مرسل إلى الناس من قبل الله سبحانه وتعالى. وبالتالي يقول لك المتكلم المعتزلي إذا فتحت الآفاق وفتحت الاحتمالات لا تستطيع أنت أن تحتج علي بموضوع السيدة مريم في هذا
الإطار. هذه فيما يتعلق بيعني السيدة مريم. طبعا سائر الشواهد أيضا سنعلق عليها، سنشير إلى تعليقاتهم عليها، وبعدين ننتقل إلى المشهد الآخر. أعتقد بأن الوقت قد يعني